السلام عليكم، ان شاء الله خوتي تكونوا بخير ومرحبا بكم في قناة إيكغريك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. الحقيقة متابعينا كالعادة هناك العديد من الأخبار المهمة والتفاصيل الشيقة التي يجب عليكم جميعا الاطلاع عليها. في عناوين الأخبار لدينا متابعينا، كنت انشرت معكم بالفيديو اليوم صباح متابعينا حول الغضب الفلاحين في فرنسا وغضبهم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المزارعون الفرنسيون متابعين يريدون اقتحام معرضا قبيل زيارة ماكرون إليه. وفي آخر التطورات حول هذا الخبر، اليوم لدينا لكم فيديو من زاوية أخرى للرئيس الفرنسي عندما سمع بالخبر قرر الهرب أمام عدسة الكاميرا، شيء غريب جدا يحدث في فرنسا الآن. وبعد قليل متابعين سنشاهد لحظة هرب إيمانويل ماكرون من الغضب المزارعين. أيضا متابعين، وفي الأخبار هناك بداية المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا. هناك تمور الجزائر مقابل سمك موريتانيا. تمور الجزائر تصل إلى موريتانيا خلال الساعات الأولى من تدشين المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني. وبالمقابل ستستفيد الجزائر بشكل كبير من ثروة الحيوانية البحرية، لأن موريتانيا تعتبر إحدى أكثر الدول إنتاجا للأسماك، لأن لديها موقع استراتيجي يطل على المحيط الأطلسي. وبعد قليل متابعينا سنكشف لكم تفاصيل أكثر وجديدة فيما يخص بهذا الخبر. بالإضافة وفي الأخبار متابعينا، هناك مشروع ضخم جدا، هناك مشروع جزائري ضخم وعملاق للغاية ستتشارك فيه الجزائر مع 7 دول إفريقية، والذي سيغير وجه شمال إفريقيا للأبد. الآن يرى الخبراء بأن أوروبا القادمة ستكون منطقة شمال إفريقيا بقيادة الجزائر، وسنوافيكم بتفاصيل في غاية الأهمية متابعين حول المشروع الجزائري الذي بدأته بالفعل بداية من موريتانيا، وستكون المحطة الأخيرة هي نيجيريا. يعني بالفعل المشروع ضخما ومسافته بآلاف الكيلومترات. في النهاية متابعين سنتحدث قليلا عن البطلة من أبطال الجزائر، وهي فخر لنا جميعا، وهي متابعين كيليان أمور، وهي تحرز ذهبية جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات في منافسة كأس العالم للجامباز بألمانيا، بعدما نالت تنقيط 15.433 بدرجة صعوبة 7.0، والتي سنشاهد أدائها الرائع والمبهر الذي تحصلت بفضله على المركز الأول. الآن متابعينا، قبل أن نتطرق إلى تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم فضلا وليس أمرا، تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. فكما تعلمون متابعين القناة هذه الأيام راهي تتعرض إلى حملات من الضغوطات الكبيرة والتبليغات على القناة، لذلك تأكدوا بالضغط على زر الإعجاب. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. في تفاصيل الأخبار لدينا متابعينا، تمور الجزائر مقابل سمك موريتانيا. هناك تمور الجزائر تصل إلى موريتانيا، هناك فرحة كبيرة جدا من الموريتانيين بالشراكة الجزائرية. وتعتبر موريتانيا من أكبر الدول المصدرة للسمك، وتمتلك منه ثروة هائلة، كما تصنف الجزائر من أكثر الدول إنتاجا للتمور وأجودها عالميا. نرحب بالأخوة الموريتانيين، وعند دخولهم الجزائر عليهم أن لا يبحثوا عن فندق أو مطعم، بيوتنا مفتوحة لهم وأهلا وسهلا كما تشاهدون متابعين في هذا الفيديو. باروك تاع السي الغزواني السي تبون، رانا من واكشط نسلموا عليه الرئاس تاعنا اليوم. ربي يحفظ الرئيس، الله يحفظهم في زوج الرجال قادة العرب والمسلمين. حيتو ربحنا عليكم، رانا في موريتانيا. تحية للشعب الموريتاني المضياف. باروك. أما في خبر آخر متابعين حول المشروع الضخم الذي تقوم به الجزائر مع الدول الإفريقية المتنوعة ومختلفة، هناك الجزائر تمضي قدما نحو بناء تكتل اقتصادي يضم 7 دول، وهي تونس ومالي وليبيا والنيجر والصحراء الغربية وموريتانيا ونيجيريا. سيكون الأفضل من نوعه في إفريقيا، ويساهم بلا شك في تعزيز التنمية المستدامة للمنطقة وإحياء التجارة بين الدول المنطقة، كما تشاهدون متابعين كما هو موضح في هذه الخريطة. وهذا هو الطريق الذي سيربطه بين الجزائر والدول الجوار. تخيلوا متابعينا، سيبدأ الطريق من الجزائر العاصمة حتى وصوله إلى أقصى الجنوبي في نيجيريا، يعني حوالي 5000 أو أكثر كيلومتر. أما في خبر آخر متابعينا، كما تشاهدون في هذا الموقع
وهي قائمة لأكثر الدول إنتاجا للطماطم لسنة 2022، والجزائر فجأت في المركز الرابع عشر عالميا في إنتاج الطماطم، والثالثة إفريقيا بعد مصر ونيجيريا، والثانية عربيا. يعني الجزائر من بين أكثر الدول إنتاجا للطماطم، فهذا من خيرات ربي. نشكر القائمين على المجال الزراعي في الجزائر من أحد من المسؤولين والسلطات الجزائرية وحتى المزارعين البسطاء من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المحصول. أما في خبر آخر، متابعينا بعد تداول فيديو على منصة التواصل الاجتماعي لحظة غضب الفلاحين محاولة اقتحام مقري ومعرضي الذي كان يزوره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هناك متابعين فيديو من زاوية أخرى لحظة هرب الرئيس الفرنسي ماكرون هربا جريا على من المزارعين الذين كادوا يضربونه في المعرض الزراعي بسبب الغضب. شاهدوا متابعين لحظة هرب إيمانويل ماكرون. أما في فيديو آخر متابعينا، يتم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك مصممة الأزياء الشهيرة كاثرين هامنيت تلقي بوسامها الملكي في القمامة دعما لفلسطين وتقول: أشعر بالاشمئزاز لكوني بريطانية، كما ستشاهدون الآن متابعينا في هذا الفيديو. I'm disgusted to be British for our role in genocide in Gaza. This is my CBE. It belongs in the dustbin with Sunak and Starmer. الآن متابعينا، دعونا نشاهد البطلة الجزائرية وهي تحصل على الميدالية الذهبية في ألمانيا. هناك كأس العالم للجمباز الذي يقام في ألمانيا في المرحلة الثانية. وهذا هو الأداء متابعينا لتأدية كيليان أمور في نهاية الجهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، حيث حصلت على نقطة 15.433 نقطة وهي بالمركز الأول في هذه المسابقة. أيضا متابعينا، هناك خبر آخر مهم جدا وحدث ضخم يحدث في الجزائر. هناك لحظة تدشين مركز إنتاج الغاز في ولاية تيمومون من طرف الوزير الأول نذير العرباوي، كما ستشاهدون الآن متابعينا في هذا الفيديو. بسم الله. Gracias.